السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل حديثنا عن العمود الفقري والسلسلة اللي اتفقنا ان احنا ننتجها او نعملها بخصوص معلومات تهم اي انسان عن العمود الفقري. اليوم بدي اتكلم عن آلام الظهر. آلام الظهر اقصد بها آلام المنطقة القطنية والمنطقة الصدرية من العمود الفقري. طبعا ما في أحد مننا مر عليه يوم من دون ما يصحى في يوم من الأيام يكون عنده آلام في ظهره، أو يشتكي من تصلب في عضلات الظهر، أو عدم قدرة على المشي، أو أثناء المشي فجأة تجي زي الطعنة أو زي الألم في أسفل الظهر ويعيقه عن الحركة أو يعكر له مزاجه في النهار. طبعا آلام الظهر من الأعراض والعلامات اللي هي متكررة كثير جدا بين كل الناس وفي كل الأعمار بدون استثناء. في معظم الأحيان هي ما تدعو للقلق، ولكن هناك بعض العلامات اللي المفروض إنه المريض يذهب بها إلى الطبيب للاستفسار منها. إذا تحدثنا عن أسباب آلام الظهر مش حنخلص. أسباب آلام الظهر أي شيء يخطر في بالك من نشاطات نحن نعملها في يومنا العادي تسبب آلام الظهر، ولكن في نشاطات الناس بتعملها وبتغفل إنها فعلا نشاطات مضرة ومؤذية للظهر. خليني أبدأ بالنشاطات هذه اللي نحاول قدر الاستطاعة إن إحنا نتجنبها ونتجنب التعامل معها. أسوأ نشاط وأكثر شيء خطر على العمود الفقري هو الجلوس لفترات طويلة. السكرتيرات، المعلمين، سواقين التكاسي، سواقين الشاحنات الكبيرة هم أكثر المرضى عرضة لآلام الظهر المزمنة، والسبب الجلوس لفترات طويلة. فلتجنب آلام الظهر عند هذه الفئة من الناس هو إنه ما يكون الجلوس لفترة تتجاوز 40 دقيقة. كل 40 دقيقة على الشخص أن يقف لمدة 5 ثواني كافية جداً. 40 دقيقة جلوس بتدعو إلى تشنج في عضلات أسفل الظهر، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على المفاصل الصغيرة اللي بتعمل مفصلة لعمودنا الفقري، وبتؤدي مع مرور الوقت إلى تشنج هذه المنطقة وبناء تكلسات فيها، مما يؤدي إلى ظهور آلام الظهر في المستقبل. الشيء الثاني، الناس اللي متعودة على النوم على بطنها، النوم على البطن من أسوأ أوضاع النوم للعمود الفقري، مما يؤدي على المدى مش البعيد نقول المدى المتوسط إلى ظهور آلام ظهر مزمنة يعاني منها الشخص، خاصة عندما يستيقظ من النوم وصعوبة في الخروج من الفراش لأداء عمله اليومي. يحاول الإنسان طبعا أن يتجنب النوم على البطن قدر الاستطاعة بالتعلم، والناس اللي هي قد تعودت عليها على مدى سنوات طويلة أنا بنصح مرضاي أنه يأخذوا مخدة يحطوها بين أرجلهم قبل ما يناموا، تمنعهم عادة من النوم على البطن. في طبعا كل واحد بيقدر يخترع أو يكتشف طريقة معينة تمنعه من الاندراج على بطنه أثناء النوم دون وعي. من الأشياء الأخرى وهو التعامل مع العمود الفقري دون حرص أثناء حمل الأشياء الثقيلة. إذا أردت أن تحمل شيء من الأرض سواء ثقيل أو خفيف لابد وأن تنزل بزاوية 90 درجة إلى الأسفل وترفعه بزاوية 90 درجة إلى الأعلى والعمود الفقري من دون ما أن تنحني إلى الأمام، وهذه من الحركات التي تؤدي فعلا إلى انقراص في أسفل العمود الفقري أو حتى إلى انزلاق غضروفي لا تحمد عواقبه، وكمان آلام ظهر مزمنة لمن تعود على هذه الحركة. طبعا الأمهات حفظهم الله ورعاهم من الأشياء الخاطئة جدا اللي بيعملوها قد تكون هي حرصا على طفلها وعلى جنينها، انها بتاخذه في حضنها اثناء النوم وبتنام هي وجنينها، وبتكون في اللاوعي عندها حريصه على انها ما تنام على جنينها وهي نايمه، فبيؤدي الى تشنج في جزء من عضلات الظهر اليسرى او اليمنى، ويؤدي مع الوقت الى ظهور الام في الظهر مزمنه جدا. زائد الحمل، أثناء الحمل على المرأة أن تكون حريصة جدا على انه يكون تعاملها مع عمودها الفقري حكيم ويكون بوعي اكثر. في حالات ظهور آلام في أسفل الظهر أثناء الحمل على الأم أن تقلل قدر الإمكان من النشاطات اللي بتقدمها لنفسها أو بتقدمها في بيتها لأسرتها للحماية الظهر. زائد زيارة دورات تثقيف المرأة الأم الحامل لتجنب آلام الظهر أثناء الحمل وما بعد الحمل. من الرياضات اللي بتساعد
الناس اللي بيعانوا من ألم ظهر مزمنة. السباحة أفضل رياضة ممكن تمارسها، لكن أي رياضة، أي نشاط جسدي ممكن تقدمه لجسمك هو خدمة لعمودك الفقري. فالعمود الفقري كما قلت في المحاضرة السابقة من الأعضاء اللي هي قابلة للانتقاد وقابلة للتثقيف، قابلة للتطور. فكل ما دربته، كل ما علمته، كل ما كان هو أيضا قابل لأنه يتطور وأنه يعمل شيء جديد وأنه يتقدم معك إلى الأمام. التقدم في السن مو سبب كافي لأن يجعل منك إنسان عاجز بسبب عمودك الفقري. كل ما تقدمت في السن وطورت حركتك تطور معك العمود الفقري وأصبحت قادر على الحركة. أعرف في مرضاي من وصل 90 و92 سنة وقادر يمارس الرياضة وقادر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا. قبل كم يوم عامل عملية لمريض عمره 93 سنة يعاني من تضيق شديد في القناة العصبية، عملت العملية الجراحية عشان تقدر تمارس عملها في حديقتها أو في مزرعتها مع أكرمكم الله حيواناتها وزراعتها ولكي تستمر في الحركة. وهذا شيء ما هو غريب في المجتمع الأوروبي وله غريب في المجتمع الشرق آسيوي. كل ما تقدم الإنسان في السن كل ما كان حريص أن تكون حركته أكثر حتى لا يكون إنسان معوق ويمتنع عن الحركة. هذه نصائح خفيفة نقول عليها مبدئيا لكل الناس، لكل الناس لمن يعانوا أو يخافون أنهم يعانون في يوم من الأيام من آلام الظهر المزمنة. طبعا من أسباب آلام الظهر كما قلنا طبعا العادات اليومية السيئة. حنتكلم في الأفلام القادمة أو في المقاطع القادمة عن الأسباب المرضية اللي تستحق تدخل جراحي أو تدخل علاجي من الطبيب أو من أخصائي العلاج الفيزيائي. إلى هذا الوقت أتمنى لكم يوما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.